مشاهدينا متابعينا لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، وجي معاد فقرتنا الاخيره في هذا الصباح وزي ما بيقولوا كده ختامها مسك. هنتكلم النهارده عن لكل عشاق كره القدم وخاصه الاهلاويه، طبعا بقول لهم مبروك بفوزهم بلقب الدوري للمره 38. تابعنا امبارح ماتشين في نفس الوقت كانوا ماتشين مهمين جدا، وهو ماتش الاهلي والاسماعيلي واللي فاز بيه الاهلي بنتيجه 2-1، وكان الماتش الثاني ماتش الزمالك والمصري اللي تعادلوا فيه بنتيجه 2-2، وبالتالي الفارق ما بين الاهلي والزمالك رجع تاني لسبع نقاط، وده حسم النتيجه لصالح الاهلي بفوزه للدوري، مع ان لسه الدوري مستمر ولكن الاهلي نقدر نقول فاز بلقب الدوري. هنتكلم النهارده بشكل موسع اكتر مع الناقد الرياضي عادل عطيه عن هذا الموضوع. اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وانت طيب ومبروك. صباحك يا فندم. اهلا بحضرتك. صباحك طيبه وكل سنه كل مصر بخير ان شاء الله. طيب حضرتك تابعت الماتشات امبارح، كان في ماتش الاهلي والاسماعيلي وكان في في نفس الوقت ماتش للمصري والزمالك بنتيجه 2-2، خلص الماتش ده و2-1 للاهلي. اتكلم الاول عن مباراه الاهلي، اللي ناس كتير شافت الماتش وحست ان في الاول اداء الاهلي كان ممتع جدا، كان داخل سخن قوي في الماتش، ولكن بعد ما جاب 2 حسينا ان الاداء نزل او الكيرف نزل. في ناس تانية شايفه ان ده مقصود من مارتن يول، فعايز اعرف تعليق حضرتك عن المباراه. البداية طبعا بنبارك لجمهور النادي الاهلي، لمجلس اداره الاهلي، للجهاز الفني والاداري، للاعبين اللي عاملين فعلا موسم رائع، موسم متميز. قدروا يحسموا البطوله قبلها باسبوعين، دي كلها حاجات تحسب للفريق الاهلي. عاوز اقول المباراه امبارح كان في مقدمات قبل المباراه بتشير اللي كان هيحصل ده. يعني لو شفنا قبل المباراه بيومين ثلاثه تقريبا، اما الجمهور دخل استاد تيتش في النادي الاهلي شفنا اعداد غفيره جدا، شفنا المنظر كان غريب جدا، كان يعني كم هائل من الجمهور بدون تجاوز تشجيع اللاعبين، مؤازرتهم ومساندتهم، لان حسوا بخطر، حسوا الموضوع ممكن يفلت من الفريق في اللحظات الاخيره، هم اعتبروا انه الموسم. حتى شفنا كابتن محمود الخطيب ازر الفريق وراح للتمرين، شفنا كابتن محمد ابو تريكه برضه نفس القصه، يعني تحس ان كله تكاتف عشان الاهلي يعني يقدر يجتاز المرحله الصعبه اللي هو كان فيها دي. طبعا هو حط نفسه فيها لان هو كان اصلا فرق 11 نقطه من الزمالك والاهلي، لكن تراجعه هزيمته من وادي دجله ثم من مصري 3-2 فقط 6 نقاط، بقى ضيق الفرق اللي بينهم زي 5 نقاط، ده ادى اثاره ومتعه للدوري ودخل الزمالك تاني في الجيم بينه وبين الاهلي. دي كلها ده كله اللي كان اللي عمل اثاره لمباراه امبارح الاهلي والاسماعيلي. لكن عاوز اقول ولكن على الناحيه الثانيه برضو كان في اصابات فخلت ناس كتير برضو تبقى قلقانه، تبقى قلقانه من الماتش. يعني عبد الله سعيد ما كانش بيلعب، وشفنا اصابه عبد الله سعيد، حسام غالي ما كانش بيلعب بالظبط، فده برضو كان ليه دور في ماتش ولكن ما كانش محسوس قوي في ماتش امبارح. ليه؟ لان كان كله في هدف واحد، كله بسعى ليه، في اصرار، في عزيمه، في طموح عالي جدا. الحقيقه كمان الحاله النفسيه والبدنيه اللي هو مخليها عليها الكابتن مارتن يول المدير الفني الهولندي، الحقيقه عايز اقول ليه بصمه كبيره جدا. يعني من ساعه ما جه النادي الاهلي، الاهلي شكله اتغير، اداؤه اتغير، التكتيك اتغير بشكل كبير جدا، بيلعب بشكل هجومي اكتر، ما بيلعبش عرضيات كتير، كره لقدام اكتر، بيفتح اكتر من جبهه، فاهم اللعيبه، وده بيبقى مفتاح طبعا بيفتح اكتر من جبهه في دفاعات المنافس، دي كلها بتدي له فرص، بيوصل للجون كتير، بيضيع كتير، دي كلها حاجه ايجابيه مش حاجه سلبيه. لان هو حتى من ساعه ما جه النادي الاهلي كسب 6 ماتشات ورا بعض، اتغلب وادي دجله ثم كسب 4 بشكل متتالي، ثم المصري اتغلب ونزيسكو الافريقي اللي هو الزامبي في دوري ابطال افريقيا، وعاد تاني مع في اللحظات الحاسمه مع الاسماعيلي بالامس اللي هو قدر يخد 2-1، ادى اداء عالي جدا. تحليل بقى حضرتك للمباراه دي، يعني زي ما انا قلت الاهلي بدا المباراه كان الفريق حسيناه لا هو داخل يغلب بالظبط، وبنتيجه ان هو جاب جونين في اول لقاء خالص، ولكن بعد كده حسينا ان الاسماعيلي مسك الكوره اكتر. بالظبط، هو داخل بهدف واحد اللي هو يكسب ويكسب ويحسم الامور بدري عشان ما يخش ما يصعبش الامور على نفسه. اما يخش يكسب وهدف واثنين، الهدف الثاني برضو اراح كتير جدا الاهلي، اراح كتير جدا مارتن يول، اداهم اراحه، صدر شويه الارتباك للاسماعيلي، صعب المهمه الى حد ما. لكن مجرد ما الاسماعيلي جاب الهدف تحس هو دخل في الجيم تاني، قرب شويه، فكان في امل تاني للاسماعيلي ان هو يجيب هدف تاني. لكن التركيز كان مهم جدا للاعيبه الاهلي اللي هم اللي عاوزين يكسبوا، دي مهمه جدا.
هدفهم ان هم ياخدوا الدرع بدري يحسموا المباراه بغض النظر عن الاهلي والزمالك والمصري، ان هو لو كسب هيبقى برده الفرق زي ما هو 5 نقاط، وعنده الماتش القادم مع الاتحاد الاسكندري ثم الزمالك. واعتقد الاتحاد كان برده الامور بالنسبه له الى حد ما في متناول اليد، لحد ان الاتحاد برده مستواه مش هو ضعيف جدا. فيبقى هو حسم الى حد ما 80% من البطوله، لكن هو بدري خلص المهمه. واعتقد ان هو مين مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه بقى بالنسبه لحضرتك في الماتش ده امبارح؟ انا شايفه وليد سليمان. وليد سليمان فعلا كان رائع جدا، كان ملتزم، حط هدف متميز جدا، هدف يعني تحس حضرتك هو حاطه بايده مش برجله، وفي وقت مناسب جدا وتوقيت قوي جدا، ادى دفعه قويه قوي للفريق. طبعا الهدف الثاني بيقلل كتير جدا من الامور، بيهدي الملعب بشكل كبير، وبيدي ثقه للعيبه بشكل كبير. ده اللي حصل امبارح بين وليد سليمان، بالاضافه في برضه بعض النجوم كتير، يعني في شفنا امبارح رمضان صبحي ما زال بيتالق وما زال ماشي بشكل ثابت، مؤمن زكريا تفوق على نفسه امبارح، جون انطوي برضه الى حد ما محطه كويسه جدا قدام رغم غياب ايفونا الجابوني، لكن هو برضه كان ادى المهمه بشكل جيد. يعني بعض اللعيبه احمد فتحي، لا يعني حسام عاشور، كل اللعيبه تقريبا كان عندهم هدف واحد، وان هم يكسبوا المباراه، وهم فعلا عملوا ده باداء عالي جدا، باداء متميز عشان يحسموا البطوله. وبرده ما يكسب البطوله المره 38 ده رقم كبير جدا. طيب نروح برده طبعا نروح بقى للمباراه الثانيه اللي كانت برده بتتلعب في نفس التوقيت، وكانت مباراه هامه جدا ما بين الزمالك والمصري، وكان الزمالك بيعلق امال كثيره جدا على هذه المباراه. عايز اعرف حضرتك قريت ازاي الماتش وشفت ازاي اداء الزمالك واداء المصري في هذا الماتش؟ هو مبدئيا في الاول لازم نحيي كابتن احمد حلمي، لو من ساعة ما تولى المهمة الحقيقة كسب كل ماتشاته، حتى الأفريقية كسب كل ماتشاته. كابتن حسام حسن عمل توليفة جيدة جدا من اللاعبين المغمورين اللي هم كانوا يعني ما حدش يعرف اسم عنهم أساسا، لكن عمل توليفة جيدة وتجانس كبير جدا، وخلى الفريق ليه شخصية بيهاب منه الفرق الكبيرة، يعني زي الأهلي زي الزمالك زي المقاصة، يعني عمل شكل الفريق، يعني قدر يكسب الأهلي، قدر يعني بينافس على المركز الثالث. كان سنين كتيرة جدا المصري بيصارع الهبوط، لكن هو عمل له شكل كبير جدا، عمل له تيم قوي، تيم يعني عمل اساس للفريق. الواحد بيحيي كابتن حسام حسن الحقيقة. الناس كانت بتقول ده حماسي اكتر، ده بيلعب بالروح المعنوية اكتر، لا هو حماسي معنوي، تكتيك اسلوب تكتيكي فني عالي جدا. بنشوف بيحفظ اللعيب الجملة كانت تتكية ازاي، كل واحد عارف دوره في الملعب، التغييرات عنده ايجابية بشكل كبير. يعني ما بعد الزمالك ما تعادل قدر يعمل تغيير، جاب الجون الثاني بقى 2-1، يعني كان هو امبارح متقدم على طول على النادي الزمالك. دي كلها يحسب له للفريق، ما اهتزش، ما حصلش فيه